بيكيسوني. بيكيسوني برضو لطيف جدا وحركاته جميلة جدا. لو جاهزين جاهزين ولا لا؟ طب يلا يلا. ايوه ايوه زي ما قلت لحضراتكم الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا. وبوجهه نظري يعني الواحد كان بيشوف الحاجات دي كتير. احنا بنبقى في اوقات من كتر الضغط اللي على الواحد انا عايز اطلع بره الضغط ده، بطلع بالتهريج بالضحك باللعب مع زمايلي بالجري هنا. ميكيسوني، شناوي، محمد محمود وبقيه اللعيبه اللي موجوده، احمد عبد القادر، السوليه، خصوصا على الضغط اللي حصل مع السوليه الفتره اللي فاتت. الحاجات دي بتبقى حلوه لطيفه، دايما بنحاول نجيبها لحضراتكم علشان تعرفوا عندنا لعيبه مركزه فقط في مباراه يوم الاربعاء القادم، ولكن في نفس الوقت في مباراه السوبر الافريقي يوم الاربعاء القادم، لكن في نفس الوقت بيحاولوا يطلعوا الضغط من عليهم، بيحاولوا يقولوا احنا اهو موجودين ومركزين في كل حاجه، ولكن بنهزر وبنضحك وبنعمل كل حاجه.